في عيد الأم تواصل فاطمة نشاطها اليومي بحثا عن عيش لأبنائها الخمسة. لا تتوقع فاطمة هدية بمناسبة هذا اليوم الذي يمر كباقي أيامها الماضية دون أن يغير شيئا في حياتها الصاخبة بالمسؤوليات ورعاية وتدريس أطفالها وبناتها، عسى أن يخبئ لهم المستقبل الدراسي واقعا أفضل مما توفره لهم بالكد والصبر والرضا. مطلقة وعائلة العيال عندي العيلة ثلاثة وطابلات اثنتين، وتبارك الله قرأت ما خسرت، لما زالت أقرأ تبارك الله متابعتهم بعضتهم، والراجل ما على بس مشي حتى اللي أنا ما على بس عيلة ما على بس ظل في المرصة يجي اللي عليه تلا اللي ما على بس منين يجي تلا تبارك ملي مع شويين عبد الموت. تتحمل فاطمة رعاية أبنائها بعد طلاقها منذ نحو 10 سنوات، ولا يختلف واقعها عن آلاف الأمهات الموريتانيات التي يتحملن وحدهن رعاية أبنائهن بعد الطلاق ضمن ظاهرة يحميها ضعف الوعي وبعض العادات. واقع يجعل من عيد الأم يوما لاستحضار ما تبذله الأمهات من أجل سعادة أبنائهن على حساب سعادتهن. ما قد نقول لك على أن سعادة بهذا العيد به اللي مازال ناقصنا ياسر مشي اللي نختاروا انتم نساعدوا به هذو الامهات اللي معيلات على الاطفال، اولا على انهم خارج من الاطفال اللي صعيب تربيته، خاصه في هذو الاحياء الشعبيه اللي عود المحيط منتشر فيه الانحراف ومنتشر فيه ياسر من الاخطاء من 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 مخاطر. وتأتي ذكرى عيد الأم هذا العام بالتزامن مع إطلاق أنشطة مشتركة بين قطاعات حكومية ومدنية لدعم حقوق الأم وحمايتها. الاحتفال بعيد الأم نوع من الترف غير المتاح لعديد الأمهات بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع أمومي، رغم أن لسان حال الجميع يقول أوجب الواجبات إكرام أمي، إن أمي أحق بالإكرام، حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني إلى أوان الفطام، ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لأجل منامي. محمد ناجي، قناة الغد، نواكشوط.